السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة منسجمة مع القرارات الملكية الجديدة. دعوني بداية كالعادة أعرف بضيوفي الكرام: الدكتور يوسف الحزيم، رئيس مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. ومعنا أيضا الأستاذ عقل الباهلي، الناشط والكاتب المعروف، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. ثم معنا أيضا الأستاذ عبد الله بن ناصر العتيبي، الكاتب جريدة الحياة، مساك الله بالخير. أخيرا معنا الأكاديمي والكاتب جريدة الجزيرة الدكتور محمد العبد اللطيف، مساك الله بالخير. موضوعنا الأول طبعا عن القرارات الملكية التي أعلنت أول أمس الخميس. إلى الموضوع الأول، يروي أمين الريحاني هذه القصة عن الملك عبد العزيز، وذلك أثناء تشييد قصر المربع، حيث لاحظ الملك عبد العزيز وجود بيت الشعر التاليين وقد وضعها البناء على مدخل القصر: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. لكن الملك عبد العزيز طلب بفطنته وطموحه الذي لا يحد من البناء أن يعدل البيت الثاني ليصبح نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. لقد غير يرحمه الله كلمة مثل ما فعلوا إلى فوق ما فعلوا، طمعا في التجديد والتغيير والإضافة. ولقد انطبعت مسيرة أبنائه الملوك من بعده بهذا المنهج، فصار كل ملك يسعى للتفوق على سلفه، وهكذا استفادت المملكة وشعبها من خلال هذا التنافس الإيجابي المحمود. ها هو الملك سلمان بن عبد العزيز ينقل بلاده وشعبه إلى منصة أعلى ونقلة أرفع من خلال إصداره 34 قرارا ملكيا، والتي ضخت دماء جديدة في أوردة مؤسسات وقطاعات الدولة على نحو سيخلصها من البيروقراطية والترهل ويطلقها شابة وثابة نحو المستقبل. إنه الملك سلمان بن عبد العزيز الذي هو مزيج من الخبرة والحزم وخلاصة للخبرات المتراكمة التي اكتسبها عاملا مخلصا إلى جانب إخوته الملوك الراحلين. سلمان بن عبد العزيز هو الذي تأمر على الرياض فجعلها درة المدائن، وهو وزير الدفاع الذي عزز العطاء في هذا الصرح الأمني الذي يرعى الحدود ويصون العهود، وهو ولي العهد الذي كان خير سند وساعد لمليكه، ثم هو رائد الأعمال الخيرية وصديق الصحفيين والمثقفين في الداخل والخارج والراصد الحذق لتاريخ الجزيرة العربية. سلمان بن عبد العزيز سادن المعرفة ورجل الحوار وعراب التعددية. فقط ما عليك إلا أن تقول سلمان وستنثال في خاطرك كل الصفات السامية التي تليق بملك. فقط قل سلمان واترك عقلك يطرز المعنى. إيش رأيك يا دكتور يوسف بعد صدور هذه القرارات المكثفة والكثيرة والجديدة، ما هي الملامح العامة التي تقرأها من خلال هذه القرارات؟ أنا ودي أولا أعلق على عباراتك الرائعة في المقدمة. الله يخليك. وهذا يذهب بنا إلى أن لكل ملك كان مشروع. صحيح. الملك عبد العزيز كان مشروعه التوحيد. الملك سعود كان مشروعه الدولة. الدولة. والملك فيصل كان التضامن وأيضا النفط اللي هو القطاع الرائد للتنمية. والملك خالد كان الرخاء، والملك فهد كان التنمية، والملك عبد الله كان المجتمع المدني والحريات وسقف الإعلام والتعليم العالي. وكما وإجابة على سؤالك، الملك سلمان لا شك أن مشروعه سوف يكون خلطة أنا في نظري بين مشروع الملك فهد ومشروع الملك عبد الله ببصمته الخاصة وفي شكله الخاص، وهذا المشروع سوف يكون استئناف لمشروع الملك عبد الله في موضوع ملح جدا، موضوع الإسكان، موضوع البطالة، وأيضا سوف يكون هناك كما لاحظنا موضوع الترشيق، ترشيق الدولة والتي حقيقة مر الجهاز البيروقراطي على فترة زمنية طويلة جدا ما مست بشكل عميق جدا، وسوف وهذا الترشيق يبدو سوف يستمر في المستقبل، يمس أيضا قطاعات أخرى، أمراء مناطق، جهاز الوزارات حتى تصل إلى وكلاء الوزارات ووكلاء المساعدين، سفراء في الخارج. ثم أيضا أن المملكة العربية السعودية الآن أمامها ملفات دولية محتقنة، والملك سلمان فيما يبدو لي أنها سوف تكون هناك سياسة خارجية سعودية يعاد فيها الهيكلة من جديد، وسوف يستخدم القوة الناعمة بدل من المواجهة.
ممتاز. أنا طبعا أشكرك على الثناء على المقدمة، هي بعض مشاعري كمواطن تجاه الملك سلمان وتجاه الحكومة والتغييرات الجديدة. أستاذ عقل، هل يصح أن نسمي هذه الحكومة حكومة الشباب، يعني لارتفاع الحقيقة نسبتهم بين الوزراء الجدد؟ يعني ربما الوزارة الجديدة، نحن مرينا بتجربة، يعني أكثر شيء معيق هو الانتظار، أن تكون تنتظر الأشياء. أي. نحن مرينا في تجارب الحقيقة يعني لم تكن جيدة في مسألة الانتظار. أنا أعتقد أنه الملك سلمان والإدارة السياسية الجديدة خلقوا جو عام مجدد. هذا ما يعني ليس معناه أنه علينا أن نتحدث أن نقول كل شيء صحيح. هذه بداية، لكن أنا من الناس اللي يفضلون يعني التفاؤل، التفاؤل، ويفضلون أيضا التغيير الشامل، لأنه المملكة الحقيقة أنا دائما أتحدث عن البيروقراطية وثقل جهاز الدولة. أنا يعني مسألة إلغاء الهيئات والجمعيات وتحديدها في مجلسين، ممتاز، هذا جايين عليها في موضوع آخر. أي. أنا أعتقد أنه يعني في مسألة التغييرات والسرعة والكثرة، أنا في اعتقادي أنه الدول والبلدان أمام خيارين، أما أن يكون فيها مؤسسات تقرر مستقبلها السياسي أو أن يكون فيها زعيما قويا يعني يسير فيها إلى 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 المستقبل. أي. هكذا أرى اليوم بأن الخيار الثاني هو ما يجري في المملكة. عسى أن يكون هذا الخيار يعني جميلا ومستمرا، ما يعني أعتقد أنه كان ضروريا، ولا يزال الأمل يعني موجود والمستقبل والتغييرات موجودة. كنت أتمنى أن يدخلون يعني سيدات المملكة العربية السعودية في المشهد السياسي، في المشهد الوظيفي، في هذه التغييرات. المستقبل موجود، هناك فرص أيضا قادمة. أتمنى أن لا يكون هناك يعني استبعاد للنساء من المناصب القيادية. ممتاز. على حال أيضا هذا الملك القوي لا يلغي كون وجود مؤسسات يعني في هذه الدولة أظهرتها القرارات الأخيرة. عبد الله، هل كنت تتوقع مثل هذه القرارات؟ يعني هل كانت متوقعة ومنتظرة بهذه السرعة وبهذا القدر؟ بالنسبة لي نعم، لأن الملك سلمان هو رئيس الوزراء، هو رئيس وزارة جديد، فمن المتوقع دائما أن رئيس الوزراء الجديد يأتي بفريقه بإدارته. أي. التي تحمل رؤاه وتكون قادرة على تنفيذ توجهاته المستقبلية. نعم. هذا واحد. أنا أيضا أتفق مع الأستاذ عقل في أنه من وجهة نظري أنا أتمنى أن يكون دخل في التشكيل الوزاري الجديد كافة طوائف المملكة، السيدات، المناطق ككل شملها بشكل جيد، لكن الفرصة أيضا موجودة. دائما في الدول التي تعتمد الديمقراطية الحزب الفائز، من يمثل الحكومة والإدارة هم ممثلي وأعضاء الحزب. النخبة الحاكمة عندنا بايعوها الشعب ككل، الشعب ككل هو الذي بايع النخبة الحاكمة، فبالتالي أي تكوين وزاري جديد أو أي تكوين إدارة جديدة تقسم على الشعب بالكامل، لكن الفرص أيضا قادمة في هذا المجال. أنا فقط أريد أن أضيف مسألة أخيرة، وهي إعادة تشكيل الوزارات. أيضا نريد يعني وزاراتنا صار لها عشرات السنوات بهذا الاسم، تتغير في دول تتغير فيها الوزارات كثيرا، يعني أسماء الوزارات تتغير فيها كثيرا. أنا أتمنى أن يضاف البحث العلمي لوزارة التعليم على سبيل المثال، أتمنى أن تضاف العلاقات الدولية لوزارة الخارجية، أتمنى استحداث وزارة حكم محلي ومساواة بين المناطق، وزارة أقليات مسلمة، وزارة أسرة وحقوق المرأة أيضا. يعني لا يجب أن فقط نركن إلى مسميات القديمة، يجب أن نحدث أيضا في مجلس الوزراء ليواكب العصر. ممتاز ممتاز. دكتور محمد، حدد لي ما هو اللافت في التغييرات التي حدثت في ظنك؟ هو إعادة تشكيل الوزارة طبعا، والخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قال النهج ذاته سيستمر، وفعلا استمر. أنا في رأيي أنه بعض التغييرات اللي صارت، عدا تغييرات المناصب، أنا أتكلم عن التغييرات في الإدارة البيروقراطية، أنا أعتقد أنها كانت تدرس من قبل. وحتى الآن يعني أنه من المبكر أن نحاول أو نخمن ما هي الدوافع لهالشيء هذا، لأنها لم تتضح بعد، يعني إلغاء المجالس. ولكن الذي حصل هو أنه الوزارات السيادية بقيت كما هي،
مرر لأس يعني، لأنه مثلا الأمير محمد بن سلمان بدل الأمير سلمان، احتفظ الأمير نايف بوزارة الداخلية، ووزير الخارجية هو نفسه، والوزارات الرئيسية بقيت أيضا، النفط المالية إلى آخره، أشمل التغيير هو الوزارات الخدمية يعني. صحيح. أنا ما لفت انتباهي أنا هو سرعة تغيير وزراء لم يمضي عليهم إلا شهر شهرين. وأنا في رأيي أن هؤلاء الوزراء الذين تم يعني لم يدخلوا التشكيل، خلنا نضعها بهالشكل لأنه لا يمكن نقول أنهم سيكون لهم دور، يعني سيكون لهم دور مستقبلا، ولكن ضمن هيكل إداري جديد. وفي ترى على الفكرة في الدولة في عدد كبير من الوزراء، وزراء بدون وزارات، ووزراء دولة، وزراء دولة وإلى آخره. هؤلاء دائما يبقون ضمن الجهاز، ولكن في حاجة أخرى دائما يحصل في جميع أنحاء العالم، عندما تتغير الحكومة يتغير ما يسمى بالمن يقف على رأس الوزارة أو الجهاز القانوني يعني. نعم. دائما عندما تأتي وزارة في بريطانيا يتغير التشيف جاستس مثلا، دائما عندما يحدث تغير في أمريكا يتغير رئيس المحكمة العليا. فأيضا من الملفت للانتباه هو إعفاء يعني من اللي أعفيه من الوزراء القدامى هو وزير العدل يعني. نعم. طيب إلى موضوعنا التالي. في قرار لافت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وإلغاء اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات والمجلس الأعلى للتعليم. ترى ماذا يعني هذا القرار وما أثره على التعليم عموما؟ ها عبد الله، خلينا نشوف برأيك يعني ما هو الغرض من إلغاء اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم المجلس الأعلى للتعليم؟ كيف تقرأ هذا التغيير؟ يعني أنا أعتقد أنها كانت مجالس كثيرة وبنتاجات محدودة يعني يعني لم نلحظ خلال السنوات الماضية بالنسبة لنا كمواطنين يعني وجود مخرجات واضحة لهذه القطاعات، ربما كانت معطلة أكثر مما تكون منتجة. من وجهة نظري أرى أن هذين المجلسين الجديدين مجلس السياسة، لا أنا بي بس اللي فيما اللي يخص التعليم فقط، لأنه عندي أنا الفقرة القادمة مجلسين السياسي والاقتصادي. أي فيما يخص التعليم مسألة الدمج، دمج الوزارتين. نعم. دول كثيرة تعتمد الدمج ودول أخرى لا تعتمد الدمج، وكلها دول متطورة يعني. إضافة إلى طبعا اللي قلت لك اللي هو ألغيت اللجنة العليا لسياسة التعليم، مجلس التعليم، المجلس الأعلى للتعليم. صحيح. أنا أعتقد أن وضع كل سياسات التعليم في يد واحدة اللي هو وزير التعليم بأقسامه المختلفة، أعتقد أن هذا سينهض بالعملية التعليمية يعني. لكن أنا أتمنى يعني تمنيات كثيرة، لكن أنا أتمنى أن الدكتور عزام يقف في المنتصف ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي. تكون هذه منطقته، يعين نواب للتعليم الجامعي ونواب للتعليم العام. أظن في سيكون في استقلالية للجامعات يعني ما يعني عشان تخف لم تتضح هذه الصورة بعد أعتقد، لكن أنا أيضا أريد أن أضيف شغلة بسيطة. نعم. أتمنى أن يكون هناك تركيزا على المرحلة الابتدائية فقط يعني. هذه أنا كنت أتمنى ولا تتوقع؟ أتمنى أن يكون لها وزارة منفصلة في دول تعتمد هذا الأمر، يكون لها وزارة منفصلة، لأن هذا السن ليس فقط سن للتعليم، هذا سن للحياة. أيوة. يعني من 6 إلى 12 أنت تهيئ المواطنين بعد 20-30-15 سنة للحياة بشكل عام وليس فقط للتعليم. دكتور محمد، أنت باعتبارك أيضا أكاديمي وتعمل في أولى جامعات المملكة، ما هي في ظنك انعكاسات هذه القرارات؟ طبعا لا شك أنه قرارات إلغاء المجالس العليا هذه، لأنه المجالس العليا هذه كانت دائما يعني دورها أصلا هو دور إشرافي، التأكد من أن السياسات تنفذ وتعرض عليها السياسات قبل أن تقر، والقرارات المصيرية في الأمور هذه. ويبدو أنك تكتشف أن دورها أيضا مثل ما تفضل زميل عبد الله أنه دورها يكون فيه نوع من التعطيل، لأنها ما تجتمع دائما. واحنا نلمس الأشياء هذه حتى عندما في الجامعات وكذا، أنه بعض القرارات تتعلق بالجامعات إذا كانت تخضع للمجلس التعليم الأعلى
أو مجلس التعليم العالي الأعلى معناه أنها تتأخر قليلا يعني. ولكن نحن لا نعرف بالضبط ما هي الأسباب التي دفعت إلى دمج الوزارتين. يعني هناك كان توقع كبير أصلا بتقسيم وزارة التعليم لأنها وزارة كبيرة ومتراحلة. الآن عندما يقال أنها دمجت مع وزارة أيضا ضخمة وعند لديها 200,000 مبتعث في الخارج، 200,000 مبتعث هذا يعتبر 200,000 منسوب، 200,000 طالب يعني صحيح. لو حسبت أنت، فأنا في تصوري الكلام اللي أنت تفضلت فيه هو كلام صحيح. ستعطى ليست الجامعات فقط، ستعطى إدارات التعليم دور أكبر، وسيعطى الجامعات أيضا استقلالية. ويعطى بعض الوزراء الذين سوف يأخذون إدارات أقل من الوزير التعليم استقلالية، وسوف يكون دور المجالس الإشرافية هذه هو الإشراف عليهم ومحاسبتهم. ولذلك يعني أنا في تصوري أن القرار هذا كان مدروس من قبل، وأنه ربما كان طرح أيضا وكان للأمير خالد الفيصل دور فيه، وربما كان لأناس آخرين دور فيه، ولكنه أجل مع التشكيل الوزاري الجديد. لأنه لا يمكن أن تتخذ قرارات بهالحجم هذا ما لم تكن مدروسة بشكل، ما لم تكن مدروسة مدة طويلة يعني. ما ليست وليدة أسبوع أسبوع، لا لا أكيد الملك. هذا الكلام اللي أنا حابب أكيد يعني. شوف الدكتور يوسف، يعني طبعا حدث أنه فيه الحقيقة دعم كبير من خلال هذا التشكيل الأخير، وجه خادم الحرمين للقطاعات الخدمية، الإسكان، الجمعيات، الأندية الأدبية، الأندية الرياضية. كيف ترى انعكاس ذلك على المنتج النهائي في مسألة الدعم؟ في الدعم لا شك أن الدعم أرسل رسالة إيجابية يعني للمجتمع، والعطاء بطبعه أصلا يقع على النفوس. يمكن ترى جزء من الناس فرحوا بالعطاء أكثر من التشكيل، لأن الناس جزء من أولوياتهم ترى الاقتصاد. هذا صحيح. الاقتصاد ترى هو اللي يشكل الرأي العام السعودي. فأتصور هذا الإنفاق ال 120 بليون، ثم لفت نظري أنا في 120 بليون ريال سعودي، هذا الإنفاق هو إنفاق حقيقي، كان إنفاق ذكي، كان يعني يصب في مصلحة التنمية. لأن كان في كنت أخشى أن جزء من هذا المبلغ يذهب لإنفاق استهلاكي، بينما وجدنا جزء من هذا الإنفاق على سبيل المثال مثلا يذهب إلى قطاع الإسكان. أي صحيح. فإذا أعتقد أنها رسالة إيجابية قد وصلت للناس، تقبلوها بصدر حسن، وفرحوا أيضا بالهدية الراتبين وذا. وبعدين سبحان الله ترى يقولون لاقيني ولا تغديني، ها ولا تغديني ولا تعشيني. فحقيقة خادم الحرمين خادم لاقانا وحقيقة هو عشانا جميل، وقال لهم تستاهلون أكثر. العبارة كانت جميلة، كانت لطيفة ومست قلوب الناس. عقل الله إيش تعليقك أنت في ما حدث في دمج التعليم؟ يعني مثل ما تفضل الدكتور محمد أنه يعني أكيد أنه ما جرى يعني بسرعة، لكن أنا لاحظت يعني قضيتين في اليومين اللي راحت، كيف الناس يتقبلون أو يتعاملون مع هذا التغيير، وأنا أيضا متفق مع هذا يعني مع هذا التوجه. إذا كان الهدف هو يعني إعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات، ليس فقط أن يكون يتحول يعني عبء الجامعة من وزارة التعليم العالي إلى مدير الجامعة ورؤساء الكليات. أنا أعتقد أن الجامعات الآن يعني في كل أنحاء العالم فيها مسألة الإدارة الديمقراطية للجامعة، بمعنى عدم ترك الأمور لقوى تستفيد من التعيينات وتتصرف في الجامعة وكأنها ملكية. أنا أعتقد نقل الجامعات إلى المستوى الأرقى، إلى أنه تكون هناك إدارات ديمقراطية، هناك انتخابات في الجامعة، انتخابات في الجامعة، هناك ترشيحات، في آلية في الجامعات مختلفة عن الماضي. هكذا هذا واحد من الأشياء اللي الناس يعني يعتقدون بأن هذا النهج هو الطريق الصحيح، يعني ربما تقل. الشيء الآخر اللي الناس يعني يشعرون بأنه ربما أو يخافون، يبدون مخاوف أنه ربما يكون هناك إعادة نظر في الابتعاث، وهذا الحقيقة في اعتقاد الناس أنه منجز حضاري، منجز إنساني، منجز علمي، منجز ثقافي هائل
للمجتمع السعودي. هذه كلها هواجس تخوفات ليس لها يعني إيه اصل في إيه احنا نقول التخوفات اي إيه 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 لا لا بس ما لها اصل هذا بس باختصار أنا عبد اللطيف بيعلق على كلام عقل. أخي عقل تتفق انه الجامعات تحتاج الى مرونة اكثر في ادارتها وفي اتخاذ القرار اي واستقلالية أيضا في اتخاذ القرار، هذا شيء ما في شك فيه. ولكن إذا أردنا أن نطبق ما تفضل فيه الأخ عقل يجب أن نعيد النظر في لوائح الجامعات، في لوائح التعليم الجامعي هي التي تقيد بعض الأمور التي يطلبها. لا 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 أبشر عبد الله السنة مثل هالقرار، هذا قرار مهم جدا اللي هو دمج الوزارتين. أي. أنا كنت أتمنى الحقيقة أن الديوان الملكي في اليوم التالي، لأن بحجم أهمية هذا القرار، يخرج بمؤتمر صحفي أو يخرج بتبرير وشرح لماذا دمجت هذه الوزارة. يمكن بدل الدكتور عزام فيما بعد يعني نتمنى أن يكون أول ما يستلم يعني المنصب يعني نتمنى أن يكون قريبا للإعلام يعني أيه؟ الأخبار لماذا دمجت الوزارتين في وزارة واحدة. طيب إذا نحن نحتاج من معالي وزير التعليم اللي هو زميل لنا سابقا أن يعقد مؤتمر صحفي حنا نحضره نسأل عن هذا ثم نتجه إلى فاصل الآن. أهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. في تغيير يهدف في شكله إلى توحيد الجهات التي تتعامل مع القضايا الحيوية في البلاد، تم إنشاء مجلسين، الأول يهتم بالأمن والسياسة والثاني بالاقتصاد والتنمية، بدلا عن مجالس عليا كانت تتولى الكثير من القضايا في مختلف التخصصات، وشمل الإلغاء 12 مجلسا أعلى. دكتور محمد، 12 مجلس تم ضمهم في مجلسين يعني سياسي واقتصادي، هل ترى أنه هذا يعني توجه صحيح؟ ماذا يعني لك ذلك؟ طبعا هو ننظر إلى شكل المجالس الجديدة، أعضاء المجالس الجديدة المجلسين، أعضاء المجلسين هم نفس الوزراء الذين يعملون في مجلس الوزراء. في السابق المجالس الأولى كان يحضرها أعضاء من الخارج، فأنت عندك حكومة الآن تعمل بمجالسها منها وفيها يعني بداخلها، وقد يكون فيها نوع من الانسجام، هي التي تدرس وهي التي تقرر في الوقت ذاته يعني. صحيح. وهذا صحيح. شيء جدا مهم. طبعا الآن استبدل المجلس الأمن الوطني أيضا يعني بالمجلس الأمني والسياسي، وطبعا هذا أيضا أنا في رأيي يعطي إشارة إلى أنه الآن لم يعد هناك أمن خارجي وأمن داخلي، أن هناك ارتباط بين الوضع الأمني والنظر للداخل في علاقة الخارج والخارج في علاقة الداخل. أنا أعتقد أن هذا شيء مهم، هذا سيسهل سرعة اتخاذ القرارات وأيضا سرعة مراجعة القرارات وأيضا سرعة التفاعل مع الأحداث. يعني هناك أحداث أحيانا تأتي وننتظر، كنا ننتظر وقت لا بأس بها حتى نرى ما هو الإجراءات المتخذة فيها ولا ردة الفعل. أيضا في رأيي أن ربما تؤدي إلى نوع من الانفتاح أيضا فيما يتعلق بالمواقف والقرارات بحيث أن الناس تعرف عنها مباشرة يعني. إيه ممتاز دكتور يوسف، دخول الوزراء اللي زي ما يقول الدكتور محمد في المجالس نفسها التي تم في المجالس السابقة شالوا اللي كانوا مسؤولين عنها والآن دخلوا الوزراء نفسهم المعنيين، ألا تعتقد أن هذا يمكن أن يكون فيه شيء من البيروقراطية، في شيء من الضغط على الوزراء، كثافة العمل المركزية؟ طبعا من ذلك؟ أنا حقيقة أختلف مع الدكتور. أعتقد أن وجود تشكيل إضافي للمجالس من المجتمع المدني ومن أيضا شخصيات ومن القطاع الخاص كما كان في المجلس الاقتصادي الأعلى على سبيل المثال، يبدو لي يعطي تلك المجالس الرشادة أو ما يسمى بالحوكمة. فكنت أتمنى حقيقة اثنين، أيضا هذا المجلس سوف يكون مصيره مصير المجالس الأخرى ما لم أبو عبد الله يصير هناك أمرين، الأمر الأول أن تكون هناك اجتماعات دورية أسبوعية كما هو اجتماع مجلس الوزراء، بمعنى وليكن يوم الخميس على سبيل المثال للمجلسين نعم. يعني كل مجلس ينعقد كما ينعقد مجلس الوزراء. ثم تخشى أيضا من شيء آخر، أن قد يتعرض المجلس لتكلس البيروقراطية تعود له من جديد ما لم تكون هناك أمانة عامة. لها أمانات للمجالس، لكن أنا أتكلم عن الأمانة بمفهوم المطبخ.
من مجموعة من المحترفين المتخصصين. بس لو سمحت لي، هناك وزراء دولة وليس وزراء بمجلس الوزراء، أعضاء في هالمجالس هذه. لكن الإعداد لهكذا اجتماعات، لكن هناك أيضا مطبخ إداري بمعنى التحضير للخيارات. تحضير الخيارات، أنا أعتقد أن هذا كان مهم جدا لإطلاق هذا. ثم لفت نظر أيضا في موضوع الاقتصادي والتنمية، موضوع التنمية حقيقة جوهري. ولما ذكر الاقتصاد بمعنى أن ننقل حقيقة موضوع الاقتصاد وربطه بالتنمية، أن ننتقل من الرعوية إلى التمكين ومن التمكين إلى التنمية. أبو عبد الله، هذا يعني توجه استراتيجي، ولا بد أن نغادر مفهوم الدولة الريعية. ممتاز. أنا بسأل العقل وعبد الله، أنه الآن وقد جاءت حكومة جديدة وقرارات جديدة، ما الذي تريده؟ ما المزيد الذي تتوقعه أو تنتظره؟ يعني أنت قلت طبعا أنه يدخل مثلا نساء في لا الجارة. لا، بس أنا على موضوع المجالس بصراحة. مجالس، أنا من الناس اللي وكثير يعني كانوا يشتكون بأن يعني المجالس السابقة، المجالس السابقة وحتى يعني سماع القطاع الخاص، سماع المرأة، سماع الطفل، سماع يعني كانوا يشتكون أنه ما حد يسمعهم من الحكومة في القرارات اللي تصدر عادة يعني. وهو والقطاع الخاص والإعلاميين دائما في أحد مش من الحكومة في هاللجان زين، ومع هذا هناك شكوى ما حد يسمع. طيب الآن وين يوصلون الناس رسائلهم اذا في المجلسين ما فيه الا الوزراء اللي في مجلس اللي ما فيه الا الوزراء؟ وش المطلوب؟ مطلوب مثل ما قال الدكتور، انه ما افهم طبعا شلون بيصير لكن مجالس يعني هي مجالس مصغره لمجلس الوزراء. احنا نبغى يعني باي شكل من الاشكال يكون هناك يعني قدرات اقتصاديه، قدرات اجتماعيه، قدرات اعلاميه، يكون لها سماع في ما يجري في هذه الاجتماعات. أنا أعتقد أنه يعني مهم جدا، لأنه إذا ما كان في المجالس يعني مشاركة من الناس يكون كمان أبعدوا الناس أكثر عنه. فهمت من كلامك أنه يعني تريد كما لو أنك تريد يعني أن يكون هناك مثلا مؤتمر صحفي كل أسبوع أو كل أسبوعين؟ أنا أبغى كل دراسة، كل مشروع تبي تأسسه هالمجلسين تبي تأسسه وتبي تنشأه في المملكة، دراساته ومعلوماته وما يجري عليه يجب أن يكون هناك غير موظفين الحكومة ناس لهم رأي فيه يبدو رأيهم. طيب وش شوف عبد الله؟ أنا أعتقد أني أخالف الأستاذ عقل وأخالف أيضا الدكتور حول المجلسين. يعني المجلس اللي يتكلم عنه الأستاذ عقل والدكتور، يعني هذه مجالس نقدر نسميها مثلا مجلس الشورى، مجلس الثينك تانك، أو أي مؤسسة مدنية أخرى. المجالس اللي أنشئت هذه مجالس مصغرة، مجالس وزارية مصغرة. عندما يحصل أي مشكلة أمنية أو سياسية ينعقد المجلس في التو، بدلا من الانتظار ليوم الاثنين مجلس الوزراء ينتظر. بس يعني هذا خطأ في دول كثيرة. أنت عندك تنمية تديرها بالأزمات ولا تديرها من خلال الاستدامة والتخطيط والانتظام؟ لا على سبيل المثال، حصل مشكلة أو أزمة، حصل تفجير في مكان ما في السعودية، الله لا يقدر الأمر هذا، تنعقد المجلس الأمني والسياسي. في دول كثيرة من العالم تعتمد هذا الأمر، مجلس وزاري مصغر ينعقد في أوقات غير الأوقات المجدول لمجلس الوزراء. هذا واحد. الأمر الآخر، مجلس التنمية والاقتصاد، هذا ضم أيضا وزراء لهم علاقة، مسألة وزارات خدمية، فهو أصبح مجلس وزارة خدمي يعني بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الاقتصاد، بعيدا عن الوزارات السيادية، بعيدا عن الدفاع، هو يخدم المواطن. مجلس وزراء خاص بالمواطن فقط. ممتاز. أنا أعتقد أنه في إساءة فهم لهالمجالس هذه المجالس تضع السياسات العليا وتشرف على تنفيذ السياسات العليا للدولة. أنا أفهم الأستاذ عقل عندما يقول لي أنه يتمنى مشاركة المواطنين. لو افترضنا أن الدولة فيما قاد في القادم من الأيام قررت توسيع مشاركة المواطنين في القرار الذي يضع آليات المشاركة
هو هذا المجلس. يعني هذا المجلس مناط فيها الأمور العليا، هو يحل محل المجالس العليا السابقة، ما له علاقة بمجلس الوزراء ولا ما يتخذ من قرارات ولا ردود الأفعال اللي تصير على الأحداث اللي الطارئة. يعني خلي شوف بناء على هالمجلس بدون مشاركة الناس، أعتقد أن تطوير مجلس الشورى اللي يكون نصفه منتخب على الأقل يصير للناس رأي فيما يجري في البلد. يعني أبو عبد الله، بس هو يحتاج إلى أمرين. المجلسين إذا كان هو قوة دعم للقرار وتضييق الفجوة التي كانت تعيشها الوزارات كانت تعيش في جزر معزولة، فوجود هذه المجالس لعلها تحقق قوة دعم القرار، تسعر فيه وأيضا تضيق الفجوات ما بين الوزارات حتى نعيش في تنمية مخطط لها ومنسق وهناك تشبيك بين الوزارات. ممتاز. فاصل ثم نعود إليكم. نودي حيث أهلا بكم من جديد وإلى موضوعنا التالي. لم يكن أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وصل الرياض على رأس وفد هو الأكبر والأكثر تنوعا إلا أن يسارع إلى السعودية، لا بهدف تقديم التعازي فقط في فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بل لتأكيد العلاقة التي تربط بين البلدين وتذليل نقاط الخلاف التي نشأت جراء السياسة الأمريكية في المنطقة. أوباما وباقي دول العالم اكتشفوا كذبة أن السعودية ستنهار بعد رحيل الفقيد الملك عبد الله، لكن الانتقال السلس للسلطة والهدوء والثقة اللتان بدت عليهما البلاد شكلت ردا أجبر الكثيرين على مراجعة حساباته. هاعقل، الحقيقة الوفد الأمريكي كان على حجم كبير، يعني من حيث العدد ومن حيث النوعية. يعني أنا أول مرة أشوف حجم بهذا الكم، ناس من حكومة بوش الأب جيمس بيكر وغير ناس من بوش الابن كونداليزا رايز، وذا حتى ماكين المنافس الحقيقي كان لأوباما كان موجود ضمن الوفد. هذا الحجم وهذه الوفد الأمريكي، ما هي الإشارات التي أراد إرسالها؟ نخفف شوي، بس أنا عندي شغلة على التقرير في سلاسة. الإعلام السعودي الحقيقة يعني غطى على صاحب جزالة في في استخدام سلاسة يعني. بس موضوع الزيارة اللي يعني مو بس إن الزيارة، أنا أعتقد إنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني وضعت إشارات. يعني الرئيس أوباما كان في الطريق إلى الهند تحدث بالتليفون مع الملك سلمان. وهو كان أيضا في البرنامج يعود يعني يقابل القيادة السياسية، وأنا أعتقد أنه يعني هذا أهمية كبرى لمستقبل السياسي في المملكة. أنا الحقيقة أيضا في هالجانب يعني حتى لأنه موضوع يعني شفت في الإعلام المتربصين، وأنا أعتقد أنه يعني ما كان صحيح. يعني بلدنا كانت آمنة، يعني كان في كلام كثير عن أنه يعني إحنا نقول، أنا ما شفت أحد، يعني ما في أحد، ما في ليش في الإعلام يقولون إنه هذول المتربصين خسئوا هذول اللي ما أدري، أنا ما شفت إنسان في شيء يعني الإعلام يعرف عنه يبلغ عنه يعني. فكان كثير يعني وكأنه كان في شيء، الحمد لله ما كان في شيء. هذا القيادة الناس يعرفون، توفي الله الملك عبد الله وجاء الملك سلمان. وبس أنا يعني أشوف القيادة الأمريكية جت بتنوع الحقيقة، مش يعني الرئيس أوباما كان يعني واضح أنه يريد أن يقول ليس القصة الديمقراطيين ولا القصة أوباما، الولايات المتحدة كلها يعني تبارك تتحدث أيضا. هو قال في CNN أنه نحن يعني مع القيادة، مع الاهتمام بالقيادة في المملكة العربية السعودية، لكننا أيضا سيستمر جهدنا وضغوطنا في مسألة حقوق الإنسان. وأنا أعتقد أنه هذا شيء كويس يجب أن لا نتحسس منه. يعني أي جهد في حقوق الإنسان جيد. الولايات المتحدة يبدو أنها في زيارتهم في طمأن والجميع بأنه الأمور يعني في الطريق الصحيح. ماشي، ممتاز. أبي أشوف الأستاذ عبد الله، هل ترى أنه حجم الدعم اللي يعني من خلال هذه الزيارة
اللي حدثت يعني تضييق هوة الخلافات بين الرياض وواشنطن؟ الخلافات بين الرياض وواشنطن عمرها ما كانت في الاستراتيجيات، كانت في التاكتس، في التكتيك والتكنيك. لكن في الاستراتيجيات العلاقة من 70 سنة إلى اليوم وهي تسير في نفس الخط، في ذات الخط. يعني أمريكا لا تتخيل الشرق الأوسط بدون سعودية، غير قادرة على تخيل هذا الأمر. يعني السعودية كذلك وجود الأمريكي الداعم للقضايا، لبعض القضايا التي تعتمدها السعودية، الوجود الأمريكي الذي يملأ فراغات كبيرة في الشرق الأوسط مهم أيضا للسعودية. أنا أعتقد أن الزيارة التي حدثت قبل أيام أنا أقدر أسميها أن أمريكا جت تعزي السعودية. أمريكا جت تعزي السعودية ككل، نوعية الوفد، حجم الوفد، الجمهوريين أيضا، يعني وجود الجمهوريين الذين دائما على الضد من السياسة الديمقراطية أيضا وجودهم. أنا شفت بعض الإعلام الأمريكي خلال الفترة الماضية كانوا مستغربين جدا، وكانوا مستغربين من عدم وجود باراك أوباما في باريس مثلا على سبيل المثال، صحيح، ووجوده في الرياض. أنا أعتقد أن هذا تأكيد على الحلف السعودي الأمريكي. أنا مؤمن أنها لم تناقش قضايا، ذكر في الإعلام أنها نوقشت قضايا، لكن الفترة كانت كلها 6 ساعات، يعني ربما تم التعريض على عدد من القضايا لكن لم تكن معمقة. لكن كل الرسالة كانت التأكيد على الحلف، والتأكيد أيضا أن الخلافات لن تكون حجر عثرة في تقدم هذا الحلف وازدهاره. ممتاز. إيش تعليقك دكتور محمد على زيارة؟ أنا أعتقد أنه حجم الوفد يوضح أن الوفد ليس وفد تعزية فقط. الاجتماعات اللي عقدها الوفد وهي اجتماع واحد يبين أنه هذا ليست جلسات مباحثات أيضا، يعني أنه ما فيه ملفات جديدة فتحت يعني. ولكن التنوع الوفد مثل ما قال الأستاذ عقل هو أنه هذا الوفد يمثل الشعب الأمريكي ولا يمثل مثلا حزب واحد من أمريكا أو يمثل. وكذلك هناك ترى على فكرة عندما نتكلم عن إدارات السابقة مثل إدارة بوش الأب وغيرهم، هناك أصدقاء للمملكة العربية السعودية في أمريكا مثل جيمس بيكر وبعض الآخرين. ولكن دعني بس أنا أذكر بشيء واحد، لماذا هذه الزيارة؟ هذه الزيارة كانت للتعزية، ثم أعلن عنها قبل بيوم إنها زيارة رسمية وليست زيارة للتعزية واستثنائية. وهنا فرق. اللي حصل أنه كان هناك توجسات شوي بين أمريكا وبين السعودية عندما عقدت أمريكا في عمان مباحثات مع إيران دون إطلاع السعودية. واستمر البوس، كان فيه نوع من يعني بداية سوء الفهم. فالإدارة الأمريكية يعني عندما جاءت حكومة جديدة في المملكة العربية السعودية انتهزت هذه الفرصة لتأتي وتؤكد للمملكة أنها تقف إلى جانب المملكة، وأن الموقف الثابت لأمريكا من حماية أمن المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية والمصالح المشتركة ما زالت كما ممتاز. ممتاز. أبي أشوف الدكتور يوسف، أروح في زاوية أخرى أنا، أنه كيف تتوقع أن يدير الملك سلمان الملفات الإقليمية؟ هل تتطلع إلى أن يحدث تغيير عن السياسة السابقة؟ هل سيطبع الملك سلمان شخصيته وأسلوبه بشكل مغاير عما كانت عليه مثلا الإدارة السابقة؟ نعم، أنا أتوقع أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سوف يكون لديه رؤية جديدة للسياسة الخارجية السعودية. ويبدو أن زيارة السيد أوباما حقيقة كان مبعثها لا شك جزء من هذا القلق الأمريكي، لأن على مستقبل السياسة الخارجية المملكة، وإن كان الولايات المتحدة الأمريكية كانت على اطلاع بما يحدث في المملكة، دعونا لا نبالغ أن نقول المملكة كانت تراهن على فراغ كما ورد في التقرير، لا، أمريكا كانت يبدو لي من خلال زيارات أوباما السابقة، من خلال زيارة السيد ماكين، كانت على اطلاع وصديق وحليف استراتيجي المملكة العربية السعودية، فهي على إحاطة بكل هذه التطورات الاستراتيجية. ممتاز. اثنين، أنا أعتقد أن هناك كانت خلافات جوهرية بدأت تذوب، تلك الخلافات الجوهرية بيننا وبين أسوأ مرحلة مرت على السياسة الخارجية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، يبدو لي في حد السيد أوباما بدأت
يبدو لي هذه الحلحلة تذهب مع انخفاض خفض أسعار البترول ودخولنا في حرب وفي قوة ناعمة أمام أتصور روسيا وأمام إيران. ومن هنا يبدو لي بدأ التفاهم السعودي الأمريكي، ويبدو أن هذه الزيارة جاءت للاتفاق على خطة عمل أكثر يبدو لي تفصيلية في الأيام القادمة. فاصل أخير ثم نعود إليكم. العرب وما أدراك ما العرب، قناة العرب القناة الأجد والأحدث تبدأ غدا. إلى التقرير التالي. ما الذي ستقدمه قناة العرب الإخبارية يوم غد الأحد؟ هل نحن بحاجة لقناة إخبارية لتضاف إلى باقي القنوات؟ هل ستكون لديها الفرصة للمنافسة؟ أسئلة كثيرة يطرحها المشاهد العربي والخليجي على وجه التحديد عن المحطة التي تنطلق من مملكة البحرين اليوم بقيادة مديرها العام الغني عن التعريف الأستاذ جمال خاشقجي وبمشاركة نخبة من الإعلاميين. ما نستطيع أن نؤكده هو العمل الضخم الذي تم القيام به والدعم اللامحدود الذي تحظى به المحطة في سبيل النجاح والمنافسة في فضاء إعلامي شرس. طبعا احنا كلنا منتظرين ومتلهفين وندعو بالتوفيق لزميلنا كان ركيزة أساسية في هذا البرنامج اللي هو الأستاذ الخبير جمال خاشقجي، الخبير الكاتب السياسي المعروف والإعلامي أيضا المعروف. لكن على حال خليني أسأل الدكتور يوسف وسؤال للجميع، ما الذي تتوقعه من قناة العرب؟ ما الذي تنتظره في ظل مجيئها مع وجود هذه القنوات وهذه الزحمة في الفضاء؟ هل يمكن أن تخترق السقف؟ هل يمكن أن تقدم جديد؟ هل ستكون مثلا لها صيغة مغايرة؟ هل ستشبه قناة أخرى العربية الجزيرة أو تختلف؟ وعبد الله العرب ناجحة ومحظوظة. إيه كيف؟ كل خيرة كل تأخيرة وفيها إيش؟ خيرة. إيه؟ يبدو لي أن العرب عندها خمسة أمور محظوظة. الأمر الأول أنها جاءت بعد العربية والجزيرة، وبالتالي أنت طلعت على تجربتين مهمتين جدا في العالم العربي. اثنين، العربية والجزيرة تعرضتا من خلال الريف العربي. تعرف شو معنى الريف العربي؟ لا. اللي هو للربيع الخريف. أنت دامج الثنتين. دامج الثنتين. فهي تعرضت الجزيرة لاستقطاب حاد، خطاب مؤدلج، سقط هذا الخطاب المأزوم يمينا ويسارا. فمحظوظة العرب أنها جت في وقت. والعربية. والعربية طبعا العربية والجزيرة أحكي لك. تعرضتا من خلال الريف العربي إلى حدة استقطاب وفقدتا اللي هو الخطاب المعتدل أو المهنية والاحترام. الأمر الثالث حقيقة أن القناة مع السيد جمال خاشقجي. نعم. جاء من أمس اللقاء أعجبني أن الخطاب محظوظ، أن الخطاب يتناغم مع مستقبل السياسة الخارجية السعودية مع الملك سلمان. ممتاز. رابعا بس. رابعا المطبخ سيكون غير مؤدلج لأنه شباب ما هو بكبار بالسن، وجه جديدة يبدو لأنها مفتحة ومتعايشة. خلاص. أوكي. أو عقل. الجزيرة سادت لأنها خلقت شيء جديد في المنطقة. وهو اختلاف ارتفاع حرية الرأي والتعبير. العرب. طيب هل بادت بعدما سادت اللي هي الجزيرة؟ لا تزال. وعندها يعني عندها مادة مختلفة. عندها مادة مختلفة ولها مشاهدين. طيب. يعني بالرغم من خلافنا معها أحيانا. شو توقعاتك للعرب؟ لكن أنا أقول العرب عندها فرصة ترفع سقف حرية الرأي، تجيب كل الناس، تخلي كل الناس يتحدثون. إذا كانوا الناس وجدوا حرية في التعبير، تأكد أنها بتصير المحطة رقم واحد، لأنه الاستقطاب اللي تحدث عنه هي على الأقل الآن بعيدة عنه، بريئة منه. بشوف عبد الله. أنا بضيف على كلام الأخوين أنه فعلا هي محظوظة العرب، لأنه الآن العربية في جهة
والجزيرة في جهة. أنا أعتقد أن العرب إذا جاءت بالرأيين حول أي قضية المع والضد أعتقد أنها ستنجح في هذا الأمر. الأمر الآخر الحقيقة أن في قانون أنا أحبه كثير وأعتقد أنه مهم جدا في الإعلام وينطبق على شغلات كثير اللي هو قانون باريتو 20-80 ركز على 20% من العمل يعمل لك 80% من النجاح. قناة الجزيرة ركزت على سامي حداد وفيصل القاسم في بداياتها هالبرنامجين الرئيسيين وعملها النجاح 80%. أنا أعتقد أن العرب يجب أن تركز على برنامجين إذا كان عندها 10 برامج بحيث يعمل لها 80% من النجاح. طيب هل تعتقد أنه كلام عبد الله يعني أنها ستكون رمادية؟ يعني إذا هي الجزيرة في يمينية وهذه مثلا يسارية مثلا أو العكس هذه تجي في النص لا تشكل لا يخشى أن تكون يعني طبعا إذا كنت أتفق مع الكلام اللي قيل أنه الجزيرة يسارية والعربية يمينية الكلام هذا مو بصحيح أنا في رأيي. وطبعا هناك مجال يعني لا شك ولكن الإعلام في الوقت الحديث يعتبر تجارة يعني ولا يقدم للناس الحقيقة كما هي هذا كلام مو بصحيح. حتى عدم الاستقطاب يحد في حد ذاته نوع من الاستقطاب ولكن نعتقد أنه في مجال مثل ما ذكر أخي عبد الله يعني الجزيرة عندما أجت كان أو أول ما ظهرت كان شعارها الرأي والرأي الآخر يعني هو اللي تطالب فيه أنت. أنا أعتقد هذا يعني وضع القناة العرب في المستقبل يعتمد على مدى مهنيتها مدى اهتمامها بمصداقيتها مدى استعدادهم للصرف على البرامج يعني أنت لما تجي تشوف مثلا الجزيرة ترى ولدت من رحم البي بي سي صحيح مضبوط احنا لا نعيد اختراع العجلة يعني الأمور التي تساهم في نجاح الإعلام موجودة ومعروفة يعني بس بريئة يعني غير مثقلة بحكومات. ممتاز. أنا يعني طبعا ما عاد عندي وقت دقيقة ما عاد عندي أي وقت يضاف بقي لي بس أن أهنئ الأستاذ جمال خاشقجي والزملاء في قناة العرب على كم التفاؤل اللي أبدوه والتطلع اللي ينتظره جميع المشاهدين ومنهم الزملاء في هذا البرنامج نيابة عنا أبو عبد الله حنا بعد طبعا أنا أقول نيابة عن الزملاء جميعا نبارك للعرب انطلاقتها غدا ونتمنى أن تلوي الأعناق. الشكر موصول للدكتور يوسف الحزيم والأستاذ عقل الباهلي والأستاذ عبد الله العتيبي والدكتور محمد عبد اللطيف. نراكم في الأسبوع القادم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.